السلام عليكم. احنا النهاردة هنتكلم عن problem of dimensionality. احنا وصلنا لان احنا دلوقتي طلعنا object من صورة وعايزين نعمل له recognition. مثلا طلعنا object مستطيل من الصورة، عايزين نعمل له recognition هل ده باب ولا شباك. ابسط حاجة بعمل بيها recognition اني اقارن الobject بتاعي باكزامبل عندي، والمقارنة دي بتتم عن طريق ان انا بعمل subtraction لقيم البيكسل بتاعت الobject اللي انا عملت له recognition من قيم البيكسل بتاعت الاكزامبل اللي عندي. بس عملية الطرح دي مش هتبقى دايما مفيدة لسببين. اول سبب، ممكن يبقى عندي في تفاصيل انا مش مهتم بيها. يعني انا لو بعمل ريكوجنيشن لباب مثلا وعندي الاكرة فيها زخارف، انا مش مهتم الزخارف دي تدخل معايا وانا بعمل ريكوجنيشن للباب، انا مهتم بس اعرف ده باب اصلا ولا لا. بالاضافة ان انا لو عندي صورة حجمها 100 في 100، ده حجم صغير مش كبير، فده معناها انها هتبقى 10,000 بيكسل، فكده هحتاج ان انا اطرح 10,000 بيكسل من 10,000 بيكسل. فعيب بقى ان انا يبقى عندي dimensionality عددها كبير، ان انا احتاج training sample size كبير. دي اول حاجة، لو عندي high dimensionality feature هحتاج samples كتير قوي عشان وانا بعمل training. تاني حاجة، هيبقى عندي computational complexity عالية زي ما قلنا، ان انا عشان احتاج اطرح البيكسلز، بالاضافه ان ده كمان هيعقد الكلاسيفاير. ثالث حاجه، ان انا غصب عني هقع في مشكله الاوفر فيتنج. ده اكزامبلز لنقط اللي هي النقط السوداء دي، وده الكيرف المنقط ده بيحاول يماتش النقط دي، والكيرف الاحمر ده برضو بيحاول يماتش النقط دي. الكيرف الاحمر افضل من حيث الايرور، انه هيخلي الايرور 0%، بس في الجنراليزيشن هيبقى وحش لانه طلع لي قيم بعيده قوي زي ما احنا شايفين. مثلا عند الاربعه مثلا هلاقي القيمه بعيده قوي عن القيمه القريبه اللي هي ممكن تبقى على الكيرف المنقط الاسود. عندنا طريقتين بعمل بيهم اوبتيمال لينيال ترانسفورميشن. اول طريقه هي البي سي اي، تاني طريقة هي ال LDA، واحنا دلوقتي هنركز على ال PCA. دلوقتي هنركز على Principal Component Analysis. الهدف منها ان انا اعمل Dimensionality Reduction لل Feature. طب يعني ايه Feature؟ يعني انا عندي مثلا كل نقطة من النقط دي مثلا السوداء ليها X وليها Y، يبقى دي ليها 2 Features او 2 Dimensions، فانا عايز دلوقتي اعمل Reduction ل 1 Dimension مثلا. فاحد الطرق اللي انا اعمل dimensionality reduction بيها ان انا ارمي dimension من 2 dimensions اللي عندي. يعني مثلا ارمي ال x واركز بس على ال y وتبقى كل النقط reference لل y، او ارمي ال y واعملها reference x. بس ده هيبقى وحش ليه؟ ان هلاقي النقط كلها لو عملتها projection على axis من الاثنين هتبقى كلها متكربسة، وعشان كده انا هعمل projection بس على line تاني. اللاين ده مواصفاته هختاره على ايه؟ بناء على ايه؟ ان انا لما اعمل بروجكشن على النقط تبقى مفروض عليه قد ما اقدر. احنا كده بعد ما عملنا بروجكشن للنقط السوداء على اللاين يو اي، عملنا دايمنشناليتي ريدكشن ل 1 دايمنشن. كان ممكن كمان نعمل دايمنشناليتي ريدكشن ل 0 دايمنشن، وساعتها هبقى بعمل بروجكشن للنقط على نقطة واحدة، يعني همثل النقط كلها بنقطة واحدة، والنقطة دي هي المين. عندي شوية خواص للبرنسبل كومبوننتس. ايه هي؟ اول حاجة ان هما لازم يعدوا بالمين، كل البرنسبل كومبوننتس مهما كان عددها لازم تعدي بالمين. تاني حاجة، لازم كلهم يبقوا بيربنديكولار على بعض. وتالت حاجة، ان اتجاه البرنسبل كومبوننت بيبقى في اتجاه زيادة المين زي ما احنا شايفين في الرسمة دي. هنا عندنا 26 حرف من ال A لل Z، كل واحد فيهم عبارة عن 5 × 5 بيكسل. عايزين نعمل dimensionality reduction لل 25 dimension دول. فأحد الحلول إنه أخد البيكسل الأولى A11 والبيكسل الثانية اللي هي A12 من كل حرف وعمل projection للنقط عليهم. بس ده طبعا طلع وحش. ليه؟ لأن أنا خدت 2 بيكسلز فليهم 4 احتمالات بس، اللي هما 0 0 0 1 1 و0 1 1، فكده النقط هتطلع كلها متكربسة في 4 نقط بس، وقلنا ان دي حاجة مش كويسة. انا بقيس الدايمنشناليتي بعدد الفاريبلز اللي في البوينت اللي عندي. يعني هنا مثلا عندي كل
الحرف يمثل بوينت، والحرف ده متكون من 25 بيكسل، فعشان كده انا عندي 25 دايمنشن. هنا ده اثبات رياضي بس احنا مش هنشرحه، ممكن نبقى نعمل له فيديو تاني لوحده. هو هنا عايز يعمل ريدكشن من دي دايمنشن لزيرو دايمنشن، فهيفرض ان بعد ما تعمل دايمنشنال ريدكشن من دي دايمنشن لزيرو دايمنشن، يعني هيبقى ما عندك نقطه واحده بس بتمثل النقط اللي عندك، هيفرض ان النقطه دي هي اكس نوت. وبعد ما هيشتغل في الخطوات هيلاقي ان اكس نوت اللي هي النقطه اللي اختارها يعمل دايمنشنال ريدكشن ليها هي هتطلع المين زي ما احنا قلنا قبل كده. بعد كده هيحاول يعمل دايمنشنال ريدكشن من دي دايمنشن لوان دايمنشن، يعني اي نقطه اكس كي المفروض امثلها بوان فاريبل بس، وان دايمنشن بس. احنا في الزيرو دايمنشن قلنا احسن نقطه هتمثل النقط هي المين، ففي الوان دايمنشن همثل النقط بايه؟ بالمين زائد حاجه كمان. ايه الحاجه دي؟ عباره عن ماجنتيود هسميه اي كي، ودايركشن هسميها اي. يبقى اي نقطه اكس كي هتساوي المين زائد ماجنتيود اي كي ودايركشن اي. كده كل نقطة بقى ليها two variables اللي هو الماجنتيود AK والدايركشن اللي هي E، بس احنا عايزين نعمل reduction ل one dimension بس، فهنثبت ال E اللي هو الدايركشن لكل النقط ويبقى ال variable عندنا AK. طيب هو عايز يعمل minimize لل cost function اللي هي J، فعمل ايه؟ فاضلها عملها differentiation وساواها بالصفر عشان يجيب قيمة AK، وبعد كده رجع تاني عوض في الجي دي عشان يجيب الاي. طيب احنا يهمنا ايه دلوقتي؟ الاس دي، الاس دي عباره عن ايه؟ عباره عن اكس كي ماينس ام في اكس كي ماينس ام ترانسبوز، دي بيسميها السكاتر ماتريكس او الكوفارينس ماتريكس. والماتريكس اس دي ما اقدرش اتحكم فيها لانها فانكشن في اكس كي وفي ام، واكس كي دي النقط اللي عندي وام هو المين، فما اقدرش اتحكم في الاس ماتريكس دي اعمل لها ماكسمايز او مينيمايز. طيب ليه انا مهتم بالاس السكاتر ماتريكس دي؟ لان انا بعد ما اجيب السكاتر ماتريكس دي بجيب الايجن فيكتورز بتوعها، واجيب بعد كده الايجن فاليوز بتوع الايجن فيكتورز، واشوف الايجن فيكتور اللي ليه اعلى ايجن فاليو هو اللي هعمل بروجكشن للنقط عليه، لان ده هو اللي هيديني اعلى فاريانس. ده مثال على الايجن فيكتورز. طب الايجن فيكتورز خواصها ايه؟ ان انا لو عندي ماتريكس A ضربتها في الايجن فيكتور بتاعها فده يساوي الايجن فاليوز اللي هي C في الايجن فيكتور كمان. طب لو احنا خدنا مثال A اللي هي 2 3 2 1 الماتريكس دي وضربتها في الايجن فيكتور اللي هو 1 و3، هل ده ايجن فيكتور من بتوعها؟ لا، ده ما ينفعش يبقى ايجن فيكتور لان ما فيش كونستانت سي ينفع اضربه في الايجن فيكتور ده اللي هو في يساوي الماتريكس في الفي. يبقى نقول تاني، انا لازم الايجن فيكتور يحقق لي ان الماتريكس بتاعتي لما اضربها في الايجن فيكتور هتساوي الايجن فاليو في الايجن فيكتور دي في الايجن فيكتور، بس ينفع الاقي ان 3 و2 اللي هو في السطر الثاني ده ايجن فيكتور بيحقق لي لان في كونستانت سي اللي هو هنا عندي ب4 لو ضربته في الايجن فيكتور في اللي هو 3 و2 هيساوي الماتريكس A اللي هي 2 3 2 1 في الايجن فيكتور اللي هو 3 و2. على هذا الاساس لو رجعنا للسلايد رقم 6 هنلاقي ان احنا كنا جبنا السكاتر ماتريكس وجبنا الايجن فيكتورز والايجن فاليوز وشفنا الايجن فيكتور اللي ليه اكبر ايجن فاليو اللي هو ساعتها هنا هيبقى يو اي، وعلى هذا الاساس عرفنا ان ده اللي هيديني اعلى فاريانس. هنا هناخد دلوقتي مثال بالارقام ان احنا عايزين نعمل ريدكشن من 2 دايمنشن ل 1 دايمنشن. ايه هما ال 2 دايمنشن اللي عندي؟ اللي هي الفاليو بتاعت الاكس والفاليو بتاعت الواي لكل نقطة. الجدول اللي هو تحت الرسمة ده اللي على الشمال بيمثل قيم x وy اساسيين للنقط اللي عندي، والجدول اللي على اليمين يمثل xk النقطة k minus m اللي هو المين بتاعي. واخلي بالي من حاجة، انا بعمل كده عشان اجيب الscatter matrix اللي هي covariance matrix
ودي بتكون سيمتريك وسكوير ماتريكس. دي المعادلة اللي بجيب بيها الكوفاريانس ماتريكس او السكاتر ماتريكس. بعمل سيجما للاكس ماينس المين، الماينس الاكس بتاعت المين في الواي ماينس الواي بتاعت المين على ان ناقص واحد، وحسبت الكوفاريانس ماتريكس. بعد ما حسبت الكوفاريانس ماتريكس قلنا بنجيب الايجن فيكتورز اللي عندي واجيب الايجن فاليو. دلوقتي انا عندي كام ايجن فيكتور؟ اتنين. فين الاولاني اللي هو القيمه نيجاتيف 0.7 و 0.6، ده الاولاني، والتاني هو نيجاتيف 0.6 ونيجاتيف 0.7، ده الايجن فيكتور التاني. وبجيب الايجن فاليو زي ما قلنا، هلاقي ان الايجن فيكتور التاني ليه ايجن فاليو 1.2 اعلى من الايجن فيكتور الاولاني اللي هي قيمه الايجن فاليو بتاعته 0.4. وعلى هذا الاساس انا هختار ان انا اعمل ريدكشن ل 1 دايمنشن اللي هو الايجن فيكتور التاني. هنا الخطين المنقطين دول يمثلوا الايجن فيكتورز بتوعي، ورسمت النقط بالنسبه لهم. الخط اللي ميله 45 هو ده اللي ليه ايجن فاليو اعلى، واللي لو عملت بروجكشن عليه النقط هتطلع مفروضه اكتر. يبقى لو رجعنا تاني للخطوات اللي انا عملتها، اول حاجه حسبت المين للنقط، تاني حاجه حسبت السكاتر ماتريكس، تالت حاجه جبت الايجن فيكتورز والايجن فاليوز، رابع حاجه شفت الايجن فيكتور اللي ليه ايجن فاليو اعلى، خامس حاجه بعمل بروجكشن للنقط على الايجن فيكتور ده. بس هو هنا في رسمه ما عملش لسه بروجكشن. هنا لف الاكسس اللي هم التو ايجن فيكتورز، خلاهم هم الاكس اكسس والواي اكسس، ورسم النقط بالنسبه لهم. ايه الجدول اللي على اليمين ده؟ الاكس تمثل البروجكشن للنقط على الاكس اكسس اللي هو ايجن فيكتور الاول، والواي تمثل البروجكشن بتاعت النقط على الواي اكسس اللي هو الايجن فيكتور التاني. انا ممكن ساعات احب احتفظ بالبروجكشن على الاكس والواي. ليه؟ لا، عشان لو عايز اعمل ريكونستراكشن. عشان يعني ايه ريكونستراكشن؟ اني ارجع النقط بعد ما عملت لها دايمنشناليتي ريدكشن ارجعها تاني لاماكنها الاصليه. بس احنا بالنسبه لنا كشغلنا الريكونستراكشن مش هيبقى معناه كده، لان انا مثلا عندي 25 دايمنشن مش هفضل محتفظ بقيمه البروجكشن بتاعه ال 25 دايمنشن. لا، الريكونستراكشن بالنسبه لنا هيبقى ان انا اقدر ارجع الصوره من الدايمنشن، مثلا لو انا بعمل ريدكشن ل 1 دايمنشن، من ال 1 دايمنشن ده للصوره الاصليه. ده هيبقى معنى الريكونستراكشن بالنسبه لنا. وهنا بيقول لي ان نيو داتا النقط الجديده بتاعتي هتساوي الاوريجينال داتا النقط الاصليه ناقص المين، بعمل لها دوت برودكت مع البرنسبل كومبوننتس. طيب احنا كنا قلنا ان نيو داتا هتساوي الاوريجينال داتا ماينس المين في البرنسبل كومبوننتس. طيب ده معناه ان انا ممكن اقسم على البرنسبل كومبوننتس، اقسم النيو داتا على البرنسبل كومبوننتس، وودي المين دي بدل ما هي بالنيجاتيف تبقى بوزيتيف الناحيه الثانيه، واجيب الاوريجينال داتا. بس انا عندي حاله خاصه ان البرنسبل كومبوننتس بيربنديكولار وكمان هما يونت فيكتورز، فده معناه ان الانفرس هيتحول لترانسبوز. الرسمه اللي على الشمال دي تمثل النيو داتا بعد ما عملت دايمنشناليتي ريدكشن، والرسمه اللي على اليمين تمثل الاوريجينال داتا بعد ما عملنا ريكونستراكشن، والفرق ما بينهم يمثل انا رميت معلومات قد ايه. هنا هنراجع مراجعه سريعه على السلايدز دي. دلوقتي انا كان عندي 26 فاريبل اللي هم الحروف من A ل Z، كل واحد فيهم عباره عن 25 دايمنشن. وقلنا الصوره اللي على الشمال دي لو خدت اول 2 بيكسلز بس وعملت بروجكشن عليهم، وقلنا العمليه دي مش كويسه عشان النقط متكربسه على بعضها. الشكل اللي على اليمين ده عشان اجيبه عملت ايه؟ جبت المين بتاع النقط اللي عندي، حسبت الديستانس بين النقط والمين واستخدمته عشان اجيب الكوفاريانس او السكاتر ماتريكس، جبت الايجن فيكتورز والايجن فاليوز، واخترت اتنين ايجن فيكتورز اللي ليهم اعلى ايجن فاليوز عشان انا عايز اعمل ريدكشن ل 2D، وعملت بروجكشن للنقط على التو فيكتورز دول. دلوقتي انا مثلا النقطه سي انا عملت لها خلاص بروجكشن
فبقت في 2 دايمنشن. عايز اعرف انا عملت ريدكشن ل 2 دايمنشن، هل 2 دايمنشن دي كويسه ولا مش كويسه؟ طب ليه ما عملتش ل 5 دايمنشن ولا 1 دايمنشن؟ بعرفه ازاي؟ ان انا بعمل ريكونستراكشن للنقطه سي اللي عندي واشوف الشكل بتاعها، لو طلع قريب من الصوره الاصليه خلاص يبقى ده كافي، طلع بعيد قوي فانا اجرب ازود الدايمنشن، بدل ما اعمل ريدكشن ل 2 دايمنشن اعمل ريدكشن ل 4 دايمنشن مثلا. بس خلاص احنا كده خلصنا.